اليوم غادي نتكلموا على مشكل مهم الا وهو صغر حجم القضيب. هذا المشكل كيخلي المرضى كيترددوا بطريقه بحاله كثيره على العيادات ديالنا. دونك هذا المشكل ديال صغر القضيب خصنا نتفاهموا على جوج المسائل. المساله الاولى انه 90% ديال احجام القضيب عند الانسان هي احجام متقاربه داكور، وانه الاحجام اللي يمكن نشوفوها ولا نسمعوها بها في بعض الاماكن هي احجام غير واقعيه وغير شائعه. دونك هذه مساله مهمه داكور. المساله الثانيه انه صغر حجم القضيب هو مشكل اللي تيؤدي المضاعفات اللي خايبه، الا وهي اللي عندها تاثير على المجتمع كالطلاق او الاكتئاب الحاد. دونك من هنا خصنا نعرف شنو هو هذا المشكل ديال صغر حجم القضيب. دونك الطول ديال القضيب العادي، ومن هنا منين تيكون المشكل ديال صغر القضيب اشنو هما العلاجات المتوفره. دونك هنا غنعطي بعض الارقام انه المتوسط ديال الطول ديال القضيب العادي في حاله انتصاب، من الطول ديال القضيب في حاله انتصاب هو 13 سنتيمتر داكور. الطول ديال القضيب وهو في حاله ارتخاء وهو ممدود هو 7 سنتيم. المحيط ديال القضيب في حاله ارتخاء هو 9 سنتيم، والمحيط ديال القضيب في حاله انتصاب هو 11 سنتيمتر، هي 11 سنتيم. دونك من هنا علميا كنقدروا نتكلموا على ميكرو بينيس او لا قضيب صغير من تيكون في حاله انتصاب اقل من 7 سنتيمتر داكور. دونك من هنا انا دونك تكلمنا على المشكل ديال حجم ديال القضيب صغير. دونك هنا اشنو هما العلاجات المتوفره؟ العلاجات المتوفره هي ثلاثه المسائل. كانت المساله الاولى هو العلاج الجراحي، فهمنا العلاج الجراحي اللي هو كنقوموا بالحل ديال واحد تنحيد واحد لو طوندون سي لو ليغامون سوسبونسور دو لا فيرج. هذه العمليه كتزيدنا 1 سنتيمتر حتى الاثنين في الطول. دونك كنتفاهموا في الطول اي وهو في حاله ارتخاء. دونك هنا كنفهموا بان 1-2 سنتيمتر وهي عمليه كتقوم في مركب جراحي ببولج كلي كل شيء. دونك تم تجاوز ديالها مع الوقت. من هنا تبان العمليه الثانيه اللي هي سكون ابيل لو ليبوفيلينغ دو لا غريس لو ليبوفيلينغ دو لا فيرج، سيتادير تضخيم القضيب عن طريق حقن دهون ديال الشخص. دونك تنشفطوا الدهون من العانه ديال الشخص ديال الرجل وكنحقنوها في القضيب ديالو. هاد المساله كتزيد في الحجم ديال القضيب. دونك مساله مهمه، ولكن كاينين جوج المسيلات اللي خلاوها تظهر عمليه اخرى. اولا بان هذيك لاغريس هذيك الدهون كيمكن تدير اون ميغراسيون، سيتادير كتسرح، كتقدر تمشي بعض الخطرات للخصيتين، بعض الخطرات تكون بطريقه غير متجانسه، شويه من فوق شويه من فوق. الحاجه الثانيه بانها كتطلب عمليه جراحيه في مركب جراحي، دونك اللي تيقول عمليه جراحيه دونك مده استشفاء، دونك المريض تيخصو ينعس وكلشي. من هنا ويخرج العمليه الثانيه هي اخر ما كاين دابا، سي لانجيكسيون دو فايلر، دونك ولا لاسيد هيالورونيك. هذا التضخيم القضيب عن طريق الفايلر. دونك هذه كلمه الفايلر ولات دابا شائعه في المجتمع خاصه في الجراحات التجميليه عند النساء. دونك هذا الفايلر هو ماده طبيعيه كينجها بنادم، فهمنا، كيزرعوها في الاول بداو بها اطباء ديال التجميل كيحقنوها لنفخ الشفتين ولا نفخ مثلا في لي بوميت ولا الارداف. حنا اطباء الامراض الذكوره استعملناها للتضخيم، وذلك بزرعها تحت جلد القضيب بطريقه متجانسه. هاد العمليه هادي كنفهموا بانها مجرد حقن، دونك الاعراض الجانبيه ديالها بسيطه جدا، بعد الزروقيه وصافي. دونك هاد الفايلر ماده طبيعيه، دونك القوه ديالها انها تكون بطريقه متجانسه في القضيب، وكتزيد حتى 4 سنتيمتر في المحيط. 4 سنتيمتر اللي قلت في المحيط اللي هي رقم مهم. هذه العمليه كتتم في العياده، معناتها الراجل يمكن يستأنف العلاقات الزوجيه بعد اسبوع. كتتم تقوم بالزياده ديال الاشباع ديال العلاقات الزوجيه بين الرجل والمراه بطريقه كبيره، وهذا الشيء اللي كاين. دونك
هنا من هنا كنفهموا بانه صغر حجم القضيب هو مشكل شائع في المجتمع، العلاجات ديالو خاصه بالفايلر متوفره. المساله الاخرى انها كتقوم بانه تتبعد علينا المضاعفات اللي هي اكتئاب والطلاق والمشاكل الاخرى. دونك هنا حاجه اخرى ما ساليت، بعض الاسئله كيطرحوها عليا المواطنين. السؤال الاول اللي هو واش هذا الفايلر معناتها عنده مضاعفات، قلت بانه ما عندوش مضاعفات لانه جست حقن ديال ماده طبيعيه. السؤال الثاني اللي تيجيني بزاف في لاباج فيسبوك ديالي اللي هو الثمن، التكلفه غادي نفهموا بانها مختلفه حسب عدد الحقن اللي غادي نديرو، كاين اللي تنديرو 3 الحقن، كاين اللي تنديرو 5 الحقن. السؤال الثالث اللي تيسولوه ليا بزاف المرضى هو القذف السريع، معناتها هذا الفايلر كي عنده اون انديكاسيون كيعالج القذف السريع، وذلك بواسطه حقنه في لو غلون، معناتها هذيك البليصه الفوقانيه في القضيب. دونك كنقوموا بالحقن ديالها تما، دونك عنده نتائج جد مهمه بالنسبه للقذف السريع. العجز الجنسي لا الامراض، هذه الامراض الاخرى اللي تدخل في الجراحات الجلديه مع الاسف في بلادنا ما تدخلش في التغطيه الصحيه، هذا هو اللي تيخلي التكلفه ديالها غاليه واحد شويه. حنا من هذا المنبر كناديو معناتها بانهم خصها تدخل لان امراض عاديه، معناتها خاصه القذف السريع، التكبير، التضخيم ديال القضيب، العجز الجنسي، امراض كسائر الامراض كمرض السرطان كمرض، لان شنو المرض شنو المشكل ديالو؟ هو التكلفه ديال ريبيركسيون ديال المضاعفات ديالو على المجتمع. دونك هنا من تجي التغطيه الصحيه، دونك من هذا المنبر كنناديو باش تكون تغطيه صحيه لهذه الامراض.